يلا الحالة اللي بعد كده حالة أيضا من الحالات المهمة جدا جدا للحكم المساعد رقم 2، الجول الهدف. الهدف ده كابتن أيمن هدف صعب جدا جدا جدا، وهنا بنقول إن الحكم المساعد لما يكون مركز ورابط كويس قوي 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 هو ده اللي إحنا عاوزينه. شوف هنا لحظة يعني لحظة التمرير، الكرة هنا هي الفيصل يا كابتن أيمن، ما تتكلمش على اللاعب ولكن نتكلم على الكرة. نرجع تاني بس إيه، لأن دي حالة مهمة جدا، الكرة هي اللي سابقة محمد شريف، وبالتالي هنا شوف الدقة في اتخاذ القرار. الكرة هنا موجودة ومحمد شريف هنا في موقف سليم، وبالتالي هنا الفار أكد على قرار حكم مساعد رقم 2 باحتساب الهدف. نشوف لقطة الفار سريعا كده ونمر للحالة اللي بعد كده. أحمد حسام من الحكام المتميزين، وهنا الحنفي بيستنى. شوف هنا الكرة هي اللي بتسبق كابتن أيمن اللاعب، وبالتالي هنا اللاعب موقف سليم وهدف هايل جدا جدا، صعبة جدا صعبة جدا جدا جدا. وده اللي بنقوله بقى، هنا في فرق، هنا صعبة والحكم المساعد جاد، والثانيه كانت اسهل والحكم برغم ان هنا واقف غلط الحكم. هو سنه متأخر. هنا متاخر سنه ليه كابتن؟ يعني هو عقبال ما اللعبه اتعملت، هو عقبال ما عمل سبرنت لسه ما وصلش للاخر. تاني مدخل